السلام عليكم. هنتكلم النهاردة عن الهيدروليك جامب لوكيشن مع السيرج، والجزء ده مهم بحيث ان هو بيلم كل السكاشن اللي فاتت. فأول حاجة خالص هناخد مسألة عشان نعرف امتى هنستخدم او نحل القوانين بطريقة الهيدروليك جامب العادية، وامتى نحنا نعمل تشيك جامب لوكيشن. فأول حاجة تعال نشوف مسألة. لو احنا عندنا قناة، القناة دي في بوابة، فيها كان عرض البوابة دي 67 من 100 متر، والواي جت بتاعتها ب4 من 10 متر، مديك ان بعد ما المية هتعدي من البوابة دي هتوصل لمنسوب الواي يونيفورم بتاعها، الواي ان ب3.5 متر، مديك ان قطاع القناة قطاع مستطيل، التصريف فيه ب30 متر مكعب على الثانية، والعرض البي بيساوي 5 متر. فكان بيقول ان vertical slide with opening 0.67 متر produce a downstream jet of 4 من 10 متر when installed in a long rectangular channel conveying a steady discharge 30 متر مكعب على الثانية. Assuming the flow downstream of the gate eventually return to the uniform flow depth of 3.5 متر. ده كان السؤال المطلوب. المطلوب 3 حاجات. أول حاجة الهيدروليك جامب دي هتحصل ولا لأ، بعدين اللينس بتاع الهيدروليك جامب والباور، وبعد كده مديك اللوسز عند الجيت بكام، وطالب منك ان انت تحسب الواي upstream الجيت. طيب تعالوا نحل المسألة دي. أول خطوة لما حابة أجيب الفلويد نمبر عبارة عن V على جذر جي واي، ال V عبارة عن كيو على اريا، الكيو هي 30 في الاريا اللي هي بي ب5، في الواي اللي هي واي جت اللي هي ب4 من 10. من هنا هنجيب ال V بكام، الجي ب9.81، الواي هنا هي الواي جت اللي انا بعتبرها هنا واي واحد ب4 من 10. كده جبت فرود نمبر واحد، فرود نمبر هنا هيطلع ب7.57، اكبر من واحد، يبقى كده الهيدروليك جامب دي ايه هتحصل. الخطوة اللي بعدها المفروض ان انت تجيب الواي، واي 2 بكام، فالقطاع ده مستطيل، هستخدم معادلة بلانجير ان واي 2 بيساوي واي 1 على الاتنين في جذر 1+8 فرويد نمبر تربيع ماينس 1. اللي عندك هنا ايه؟ معاك الفرويد نمبر 1 ب7.57، معاك الواي 1 بواي جت ب4 من 10. من هنا هنجيب الواي 2 هتطلع ب4.1. كده انت معاك ان الرسمة بتاعتك الرسمة بتاعتي مفروض ان احنا هنا البوابة اهي، ان الواي جت حصلت، وبعدين انا جبت بعد الواي جت جبت الواي 2 ب4.1. لو انا عارف بداية الهيدروليك جامب ونهايتها، المفروض ان انا اخش على طول على المطالب اللي هي اللينس او الباور. ده لو انت متأكد ان واي 2 دي هي الواي فاينل بتاع الهيدروليك جامب. امتى بقى اعمل تشيك الجامب لوكيشن؟ لما الاقي عندي فيه واي ان واي نورمال، ان الهيدروليك جامب دي المفروض ان طبيعتها انها قد توصل لواي نورمال مقدارها 3.5. ده معناه ان انا هعمل تشيك الهيدروليك جامب لوكيشن. بالنسبة لي هنا الواي 2 اكبر من الواي ان، فبالتالي الحالة دي كيس بي. الحالة التانية المفروض ان الكلام ده مش هيحصل، الطبيعي ان الواي بعد الهيدروليك جامب توصل للواي نورمال، يعني احنا عايزين نقلل الواي 2
معنى كده ان الواي اللي حاصله في الطبيعه اكبر من الواي جت. فلو انت عندك بوابه بالشكل ده وانت المفروض ان دي كانت اقل واي هتحصل، مش هيبدأ من عندها الهيدروليك جامب، هتبدأ من فوقها بشوية بالشكل ده عشان توصل للواي نورمال بيساوي 3.5 متر. ولو كانت دي بالنسبة لي هي الواي جت، دي هتبقى اسمها واي واحد داش. عشان نجيب الواي واحد داش هنستخدم معادلة بلانجير اللي هي واي واحد داش بيساوي واي نورمال، او اللي هي الواي اللي هتوصل لها بقى على الاتنين في واحد جذر واحد زائد 8 فرويد نمبر 2 تربيع ماينس واحد. الواي نورمال هنا ب3.5، نروح نجيب فرويد نمبر 2 بكام؟ هي عبارة عن في 2 اللي هي في نورمال الواي نورمال على جذر جي واي نورمال. الفي نورمال دي نجيبها عن طريق كيو على واي نورمال. التصريف كان جيفن ب30، يبقى هي عبارة عن 30. الواي نورمال ب3.5، الجي ب89، من هنا هيطلع الفرود نمبر 2 بوينت 2.9. مظبوط، هو لازم هيطلع اقل من الواحد. جميل كده، انت جبت فروق نمبر 2. من هنا هنطلع الواي واحد داش ببوينت 5.2 متر. لازم تبقى عارف ان الواي واحد داش لازم تكون اكبر من الواي جت. فالواي جت هنا ب4 من 10، هتلاقي الواي واحد اعلى منها حاجة بسيطة، هنا بوينت 5.2. بالنسبة لي كده المسألة في بدايتها كانت بوابة بالشكل ده، وكانت دي واي جت، طلعت واي 2 أكبر من واي نورمال. الحالة دي قلنا إنها غلط وحولناها إن المسألة بقت بالشكل ده. إنت لو عندك بوابة، اللي حصل البوابة نزلت كده وبعدين طلعت شوية وبعدين عملت الهيدروليك جامب ووصلت للواي ان، وهنا وصلت للواي واحد ايه داش. فمعدتش هستخدم الواي جت كواي واحد، ولا هستخدم الواي اتنين كواي اتنين. بقى عندي الهيدروليك جامب لما اقول واي واحد بتاعتي هتبقى عبارة عن ايه، فهتبقى عبارة عن واي واحد داش. لما هاجي اتكلم عن واي اتنين هتبقى عبارة عن الواي نورمال. جميل، نشوف بقى هو طالب ايه. هو في المسألة بتاعتنا كان طالب مثلا اللينس بتاع الهيدروليك جامب بكام، فانا اقول هو 6.9، الواي 2 ناقص الواي 1. كان طالب مثلا ايه كمان، كان طالب مثلا الانرجي ديستريبي مقدار التشتت في الطاقة، فبقول الدلتا اي عبارة عن فرقهم تكعيب اللي هي واي ان ناقص واي 1 داش، فرقهم تكعيب على 4 واي واحد داش في واي ان. هيطلع الدلتا اي بتاعتك دي ب3.64 متر. كان طالب كمان الباور، فانا هقول ان الباور ده ب9810 في كيو في الدلتا اي. من هنا هنجيب الباور بكام، يطلع الناتج بتاعي بالوات. نشوف بقى المطلوب اللي بعده. كان طالب انا معاك الاب ستريم الهيدروليك جامب وداون ستريم الهيدروليك جامب، هو عاوز الواي في الاب ستريم هنا بكام؟ الواي 3. طيب عشان نحل الواي 3، الطبيعي والمفروض ان الهيدروليك جامب بتفضل ماشيه لغايه اول ما سوري خط الانرجي توتال انرجي لاين، التوتال انرجي لاين بيفضل ماشي لغاية ما يقابل الهيدروليك جامب ينزل بالشكل ده، وبالتالي بيبقى عند هنا بيبقى اسمها اي واحد، وبقول انها بتنزل لاي اتنين. لما احب اتعامل مع اي حاجة في الابستريم
بيبقى الحاجة اللي انا اقدر اتعامل بيها هي ان رأسية اهي ال اي 3 وال اي 1 متساويين، الا في حالة واحدة بس. ايه الحالة دي؟ ان يجي يقولك البوابة دي في لصص في الطاقة فقدتها، اللصص ده بمقدار معين، وليكن مثلا هنا كانت اللصص مقدارها كانت جيفن في المسألة 5 من 100 في جت تربيع على 2 جي، ده اللي هي جيفن. من على الرسم هنا بقت دي هي اي 3، فما بقتش اي 3 بيساوي اي 1، بقت اي 3 الطول ده كله بيساوي الاي 1 اللي هو لغاية هنا زائد اللص اي 1 زائد اللص اي 3 بيساوي اي 1 زائد الجزء ده اللي هو اللوسز اللي كان جيفن ب5 من 100 في جت تربيع على 2 جي. لو حبينا نكتب بقى الاي 3، هي واي 3 زائد اللي هي في تربيع على 2 جي، او كيو تربيع على 2 جي واي تربيع، ودي اي 3 فهنحط هنا واي 3 واي 3. طيب بالنسبة للاي 1 عبارة عن واي 1 داش زائد كيو تربيع على 2 جي واي 1 داش تربيع زائد 5 من 100 في نتيجة الجت تربيع على 2 جي. نعوض الواي 3 دي هي اللي مطلوبة، كيو ده هي عبارة عن كيو جيفن على البي دي كانت 30، والبي بتاع القطاع بتاعنا كان ب5 اهي نشوفها، يبقى دي 5. الواي 3 جيف مطلوبة، الجي معانا، الواي 1 داش احنا كنا جبنا ان الواي جت ب4 من 10، وان الواي 1 داش ب.52، يبقى بدي .52 .52. الفي جت دي عبارة عن كيو في اريا، الكيو ب30، الاريا عبارة عن بي في الواي جت اللي هي ب4 من 10، والبي كانت ب5. من هنا هنطلع ان الواي 3 بيساوي 7.85 متر. طيب الجزء اللي بعد كده كان بيقول if the downstream depth is increased to 4.5 analyze the flow condition of the gate. احنا كنا لما جينا نعمل المسألة دي كان الواي 2 بتاعتنا الواي جت كانت ب4 من 10، والواي 2 لما كنا حسبناها من فلويد نمبر طلعت ب4.1 فلويد نمبر، وبعدين جبنا واي 2. قبل كده كان الواي نورمال ده اهي ب3.5 فكانت اكبر. الحالة اللي انا بتكلم فيها دلوقتي ان ادي البوابة بتاعتك اهي، قال لك هي نفس الحاجة، انت معاك واي جت ب4 من 10، جيت تطلع واي 2 طلعت معاك ب4.1. الفكرة ان اللي بيقول الواي يونيفورم هنا كانت ب4.5، يعني الواي 2 اقل من الواي نورمال، يبقى دي كده الحالة الثالثة. معنى كده ان الحالة دي حالة السبميرجد هيدروليك جامب. مطلوب تجيب ايه بقى؟ مادام سبميرجد هتجيب لي الواي هنا بكام، وهتجيب لي الواي ابستريم الجيت. فلما بنيجي نحل دي سبميرجد هيدروليك جامب بنحلها بمعادلة المومنتوم، ان ام 1 بيساوي ام 2، يعني ان القطاع ده والقطاع ده عنده المومنتوم متساوي.
ادي القطاع الاولاني، ايه المومنتوم عند القطاع الاولاني بيساوي المومنتوم عند القطاع التاني. المومنتوم هنا عبارة عن واي تربيع على الاتنين زائد كيو تربيع على جي واي، وهنا واي تربيع على الاتنين زائد كيو تربيع على جي واي. بالنسبة للقطاع الاولاني ده، خلينا في القطاع التاني الاول. قطاع المومنت التاني الواي عنده ما اسمهاش واي اتنين، اسمها واي نورمال. يبقى هنا دي واي نورمال ودي واي نورمال، ده ملغي خالص وده اللي بستخدمه. طيب عند القطاع رقم واحد عندي اتنين واي، الواي اللي هي السبمرجد واي ممكن اسميها الواي اس والواي جت. بالنسبة لي الواي جت دي بتتحرك بسرعة في تربيع على الاتنين جي، فبالتالي دي متحركة انما دي ساكنة. وانت بتيجي تعوض على في معادلة المومنتوم هنا، الجزء ده اللي هو في كيو على واي ده الجزء المتحرك الديناميك وده جزء الاستاتيك، فبالتالي دي هتبقى واي سبمرجد وهتبقى دي الواي نتيجة الجت. فهنا هيبقى ده هو المجهول الواي اس، الواي جت هشيلها واحط مكانها 4 من 10، والكيو هنا هتبقى اللي هي كيو كبيرة على بي 5، يبقى كيو سمول بخمسة بستة. الواي نورمال كانت جيفن ب4.5، من هنا هنطلع ان الواي سبمرجد بيساوي 1.88 متر. جميل. طيب يبقى دي كان قانون ان الام واحد بيساوي ام اتنين. خطوة رقم اتنين في السبمرجد هيدروليك جامب، ان انا اجيب التلاتة دي الواي تلاتة بكام. عشان اجيب الواي تلاتة هقول ان هنا لو عندي خط توتال انرجي لاين فهو بيفضل متساوي لغاية ما يشوف الهيدروليك جامب وينزل، يعني الاي عند القطاع رقم واحد بيساوي الاي عند القطاع رقم تلاتة. اي واحد بيساوي اي تلاتة. نكتب القانون برضو، الاي واي زائد في تربيع على اتنين جي او كيو تربيع على اتنين جي واي تربيع بيساوي واي زائد كيو تربيع على اتنين جي واي تربيع. الواي واحد عندي اتنين واي، واي اس والواي التانية واي جت، عندي تلاتة الواي ايكوال واي تلاتة. الواي اس ب1.88، الواي جت ب4 من 10، الواي تلاتة هي المجهول كيو دي بستة. هنطلع من هنا ان الواي تلاتة ب13.43 متر. المسألة اللي بعدها، عندي اتنين سلايس جيت. المسألة اللي بعدها بيقول ان انت عندك تشانل، التشانل ده فيها تو سلايس جيت A و B are installed in a horizontal rectangular flume. يبقى انت عندك قطاع، القطاع بتاعك ده قطاع مستطيل، بيقول ان هو with 6 من 10 وايد، يعني العرض بتاعه بي ب6 من 10 متر. مدي ان الديسشارج 1.8 متر مكعب على الثانية. بيقول ان الجيت بي از لوكيتد داون ستريم جيت اي، يعني اي في الاب ستريم وبي في الداون ستريم، ومدي الكونتراكشن كوفيشن ب.62 از ادجاستد تو اوبننج اوف 65 من 100 متر. يبقى العرض بتاع الفتحة بعد الكونتراكشن ريشيو ده 65 من 100، which cause the hydraulic jump to occur at the its perfect location. ده معناه ايه؟ perfect location اللي هي الكيس 1. كيس 1 ده معناه ان هنا هيجيلي الواي جت تعمل هيدروليك جامب توصل للواي نورمال على طول، يعني اللي هي الحاله اللي انا كنت بحل عليها في اول سيكشن خالص، ان انا على طول الواي 2 اللي بتطلع هي الواي نورمال. ده بالنسبه لي البيست هيدروليك جامب. بعدها اللي حصل ان البوابة a sudden
closure of gate B causes the resulting of surge wave، يعني بوابة B دي قفلها، فلما قفلها عملت هنا سيرج. انا قفلت البوابة يعني المية هنا زادت والمية هنا قلت، يعني السيرج هنا هيبقى بوزيتيف سيرج بالشكل ده. السيرج ويف تبروبوجيت اب ستريم ات سبيد اوف 3.2 متر على الثانية. فمديك هنا ان ال VW او سرعة الموجة اللي هي الويف سبريد ب3.2 متر على الثانية. Neglecting backwater effect and the flow velocity behind the surge upstream of the gate B. Determine how you gradually operate the gate A in order to keep the jump at its perfect location. واحدة واحدة بقى كده. هو أنا دلوقتي لما هيحصل السيرج هنا هيبقى عندي واي هنا اسمها واي اتنين داش، تمام؟ لو دي كبرت معناه انها هتعمل سير سبمرجد سيرج، فاحنا مش عايزين السبمرجد دي تحصل، عايزين نجيب نعمل ايه في البوابة دي بحيث ان الهيدروليك جامب ان كل ده يتلغى، وان انا اوصل ان الواي النهائية اللي احنا وصلنا لها هنا في القناة تبقى جاية من واي البوابة، ومنها هقدر اظبط فتحة البوابة. ايه ده تاني؟ كان في سيرج عمل بيست هيدروليك جامب، لما قفلنا البوابة دي حصل سيرج فتحولت من بيست هيدروليك جامب لسبمرجت. هو عاوز يحولها تاني يظبط البوابة ايه. هو بيسألك ازاي اظبط البوابة ايه دي بحيث ان انا ارجعها تاني لهيدروليك جامب بيست هيدروليك جامب. فانا دلوقتي مطلوب طريقة الحل باختصار ان انت دلوقتي معاك الواي جت، معاك الواي نورمال هنجيبها يعني، هتجيب الواي سيرج، يبقى انت معاك الواي سيرج النهائي اللي هي واي اتنين داش. هتروح تجيب الواي واحد داش علشان تعرف المطلوب او البيست هيدروليك جامب المفروض كانت تتعمل ازاي. عشان اجيب دي هظبط البوابة دي عن طريق ان الواي دي ناتجة من فتحة البوابة في الكونتراكشن ريشيو، وبالتالي هعرف الويتس الجديد للبوابة بكام. فانا عندي دلوقتي الويتس القديم وعندي العرض الفتحة بتاعة البوابة الجديد، يبقى هو ده السؤال بتاعي. How you gradually operate the gate to keep the jump at its perfect location. واحدة واحدة بقى نبدأ نحل. أول خطوة اشتغل في الهيدروليك جامب دي، اجيب الواي جت الاول. الواي جت قانونها عبارة عن الدبليو في السي سي، الدبليو ببوينت 65 في السي سي ببوينت 62، الكلام ده طلع ب4 متر. هروح اجيب الفرود نمبر واحد عشان اقدر اجيب منها الواي اتنين، فهي عبارة عن في على جذر جي واي. الفي دي عبارة عن التصريف على الاريا، فالفي دي عبارة عن التصريف. ادي التصريف على الاريا اللي بي ب6، والواي لسه جايبينها ب4 على جذر جي 89، والواي جت ب4 كده. هيطلع الفرود نمبر ب3.7، اكبر من واحد، يبقى كده الهيدروليك جامب بتاعنا ايه هيحصل. بعد كده نروح نجيب واي اتنين من معادلة بلانجير. واي اتنين عبارة عن واي واحد على الاتنين جذر واحد زائد 8 فرود نمبر تربيع ماينس واحد هنا. الواي واحد بواي جت فرود نمبر معاك ب3.7، من هنا هنطلع ان واي اتنين ب1.94 متر كده. جبت قيمة الواي جت بكام، وجبت قيمة الواي اتنين اللي هي قيمة الواي ان اللي هي عندي هنا
94، والواي جت طلعناها باربعة من عشرة. من على الرسم هنا عندي سيرج، السيرج دي واي واحد واي اتنين، المفروض ادي في واحد بتاعها وادي في اتنين وادي الفي دبليو. الفي اتنين البوابة دي هتتقفل، عشان هتتقفل يبقى السرعة هنا بكام؟ بصفر. بعد كده خلاص نيجي بقى للجزء التاني اللي هو الجزء بتاع السيرج. انا معايا الواي نورمال دهيت، انا بالنسبة لي هي الواي واحد بتاع السيرج، وده بالنسبة لي الواي اتنين للسيرج. انت معاك الواي هنا والواي اتنين هي اللي مطلوب منك، يبقى الواي واحد داش كانت معاك بواحد 94، انما الواي اتنين هي داش هي المطلوبة منك. بالنسبة للفي اتنين بصفر، الفي واحد تقدر تجيبها عن طريق كيو على الاريا، ومعاك الفي دبليو، يبقى هي مجهول واحد نقدر نحله على طول عن طريق تطبيق معادلة الكونتينيوتي اللي بتقول ان التصريف عند القطاع الاولاني للسيرج بيساوي التصريف عند القطاع التاني للسيرج، ومنها ان ايه واحد في واحد بيساوي في واحد النسبية بيساوي ايه اتنين في اتنين النسبية. ومنها اقدر اقول بالنسبة للقطاع الاولاني هنا ان واي واحد داش او الواي ان الواي في السرعة هنا عبارة عن السرعة النسبية مجموع السرعتين لأنهم في عكس الاتجاه، في واحد زائد الفي دبليو بيساوي الواي اتنين داش في الفي اتنين زائد في دبليو، مفيش في اتنين فبقت اسمها في دبليو، نعوض عن الفي دبليو 3 28، الواي اتنين داش مجهولة دي معانا، الفي واحد كيو على اريا، الواي واحد داش هي الواي ان بيساوي واحد 94، معاك انت التصريف بواحد وتمانية، والاريا ده عبارة عن 6 من 10 في الواي اللي هي 1 94. نطلع من هنا ان الواي اتنين داش بيساوي تطلع بكام؟ باتنين 88 متر. وبكده ده شكل البوابة الوضع الفعلي، ان البوابة ايه حصل هيدروليك جامب قلبت لساج. احنا عايزين الواي النهائية دي اللي هي واي اتنين داش تحصل على طول نتيجة بيست هيدروليك جامب، فعايزين نجيب واي الجديدة للبوابة بكام؟ نجيبها عن طريق ان الواي الجديدة دي عبارة عن الواي اتنين داش على الاتنين جذر واحد زائد تمانية فرود نمبر تربيع ماينس واحد. هنجيب فرود نمبر ده عبارة عن في اللي هي كيو على بي في واي اتنين داش على جذر جي في الواي اتنين داش. من هنا هنجيب فرود نمبر دي هتطلع باتنين من عشرة، فيطلع الواي الجديدة دي قيمتها ببوينت اتنين واحد متر. لما هنجيب دي مفروض بعد كده هنجيب عايزين نجيب الدبليو بكام، فهنقوم قايلين ان الواي الجديدة دي عبارة عن الدبليو الجديدة اللي احنا عايزين نعملها في الكونتراكشن ريشيو اللي هي كانت جيفن بستة من عشرة، ودي بوينت اتنين واحد. يطلع ان الدبليو الجديدة او الفتحة اللي المفروض ان انا اعملها في الاي تبقى 33 من 100 متر. كده نبقى خلصنا حل المسألة.